الان كنتواجدوا بسيدي بوسماره من اجل خروج موكب نجوم قنوة الدولي اللي غادي يتجه ان شاء الله لساحه الامم اللي عندنا فيها ان شاء الله ثلاث يعني ايام. وهذه الدوره هذه هي دوره استثنائيه اللي تحتفي بالشباب الحامل مشعل الفن القناوي، وكذلك يعني موازيا مع عده معلمين كبار في الفن القناوي. وكما كتعرفوا الفن القناوة وكيمتاز وكيختلف من مدينه لمدينه، لان كل مدينه وعندها الطرقه ديالها وعندها الطابع ديالها. مدينه الدار البيضاء كتميز بالفن المرصاوي، ومدينة مراكش كتتميز بالفن الشلحاوي، والشمال عندهم الشمالي، وراك عارف يعني هذا هو الامتياز اللي كيمتاز به الفن القناوة. وحنا الحمد لله كنا جد فرحانين من جا الاعتراف اليونسكو في سنة 2020 الفن القناوي هو تراث إنساني لا مادي. هذا ما زادنا إلا شرف صراحة وتشريف وتكليف كذلك. هذه الدورة هذه كنبغي نشكر فيها وزارة الثقافة على الدعم ديالهم مهرجان، وكذلك جماعة الدار البيضاء وكازا إيفنت. والشكر جزيل الشكر إلى السيد عامل عمالة مقاطعة أنفا على الدعم والمساندة ديالو لهذه الدورة هذه باش تكون دورة ناجحة بامتياز بفضل ديالو وفضل المدعمين ديالنا والشركاء ديالنا. كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف على الدعم وعلى المساندة ديالكم لهذا المهرجان هذا، شكرا لكم بزاف. اليوم حنا كنعيشوا الدورة 12 لمهرجان نجوم قناوة بمدينة الدار البيضاء، اللي هو واحد الرافد ديال الشباب في مجال التراث القناوي، لأن مهرجان نجوم قناوة هو مهرجان شبابي بامتياز، يعني تعيط على الفرق الشبابية ومعلمين الشباب اللي رافعين المشعل لهذا التراث القناوي بالمغرب اليوم. ونحن اليوم في إطار خروج هذا الموكب ديال قناوة من بوسمارة باتجاه المنصة الرسمية بساحة الأمام، وكنلاحظوا بأن قناوة هم على أتم الاستعداد بهذا الحفل الباهيز ديال انطلاق الدورة 12 ديال مهرجان نجوم قناوة. اليوم انا جيت كضيفه مع المعلم عرفه ومجموعه ديال تطوان، وهذه كانت لي اول دوره معكم ان شاء الله، وكنتمنى نكون عند حسن الظن. شكرا بزاف للمهرجان اللي تحلي هذه الفرصه انني نكون معكم.